ورشته ريح الجامع الأزهر، تدور عليه ميت من يدلك. ورشة عبد الظاهر هنا بتحيي فن بقاله 1000 سنة، ترميم وتجليد المصحف الشريف والكتب اللي فيها كنوز الكلام. كم إيد بحرص تعيد لورقة قديمة ملمسها، وتشد الجلد وتقص وتدهب، واسم النبي حرصه وصينه، اسمه المجلد. صنايعي إنما إيه، بفضلش منهم إلا كام قسطة، يحافظ يجلد يزخرف. فن يقاوم الاندثار في ورشة صغيرة، يعرف عتبتها اللي فاهم واللي عاشق واللي ملهوف على كتاب قديم عايز يحافظ عليه ويحفر اسم عيلته عالكعب والجلدة. المجلد صنايعي جاي من دفاتر الفنون الإسلامية الأصيلة، مع فن بدأ برغبة صافية للحفاظ على صحف القرآن الكريم المكتوبة بخط الإيد، ورأى بعض الصوفيين إن العمل على كتابة وتجليد وتزهيب القرآن الكريم عبادة. من ده السلسال العاشق اتعلم الحج عبد الظاهر الكائن في ريح الأزهر الشريف من والده مهنة المجلد، واللي اتعلمها بدوره من المعلم علي حجاب صاحب أكبر ورشة تجليد من 100 سنة. عايز اقول لكم ان احنا هنا في مكان جميل عمره 800 سنة في ريح الازهر، ريح الازهر الشريف. ازيك يا ياسر؟ قول لي بقى، احنا هنا في شغلانة مصرية جميلة، تجليد وتدهيب وترميم الكتب والمصاحف القديمة، صح كده ياسر؟ بالظبط. قلت انا الصح مظبوط؟ ده الاساس. عظيم. بعد كده في حاجات تانية بقى. كمان في ايه تاني؟ بنصنع بقى منتجات لل في الفترة اللي ما يكونش فيها تجليد. بيكون في حد بيجي يشتري النوتس، بيجي يعمل بوكسز كده، النوت يعني الحلوة دي، وبيجي يعمل ويكتب عليها اسمه بقى بالذهب. لا هنشوف كل الكلام ده، لان ورانا بقى كنز. احنا هنا ورانا كنز من الحروف ده، خلاص ما عادتش موجودة. الكنز اللي ورانا ده لا يقدر بتمن. مظبوط بالظبط، مع طباعة الكمبيوتر اتلغت خالص. تعمل ايه؟ انا دلوقتي بنضف الجلد عشان يكون في بواقي ده. غيره كده ده جلد طبيعي، ها؟ جلد ماعز طبيعي. اه. عشان كمان بعد كده هيتعمل فيه الذهب. ويخلص يكون بالشكل ده. ده خلاص ده خلص؟ طب نفتحه بقى. في حاجة طالما خلص نفتح ده. الله، ايه الحتة الحلوة الجميلة دي؟ تحفة. ده كتاب حد جايبه لك يتجلد. ده كتاب فرنساوي. معظم الزبائن عندنا فرنساويين. ان هو التجليد ده نفسه كان جاي مع الحملة الفرنسية. ده تاريخه اصلا الحملة الفرنسية. التجليد ده، التجليد الحلو ده اهو، ده من ايام الحملة الفرنسية، فاحنا اتعلمناه منهم. اه قبل كده كان في حاجات تانية بقى، كان في التجليد الكوبتي ده برضو مصري. زبونك بقى مين اللي بيجي لك غير انت بتقول لي فرنسويين كتير بيجوا معاهم كتبهم يعملوا ده؟ ترميم بقى، ترميم
الترميم بقى في ناس بيكون عندها كتب قديمه من كل من كل حته. في من مصر وفي طبعا اجانب كتير، بس في من مصر برضو كتير، لان في كتب نادره. بالظبط، في كتب نادره، في كتب بتاعه التفاسير القديمه الاصليه بتيجي عشان تترمى. وجود في مصر اصلا دلوقتي في وجود الورشه هنا جنب الازهر، جنب الازهر ده فارق معانا طبعا. فارق معاكم طبعا. يعني اختيار الجد كان شطاره منه، كان شاطر. لا كان فارق معانا صح. أيوه. طب انا عايز اجيب اخوك بقى عشان اخوك برضو يعني نبقى مع بعض، هو يجيب لي الكتب اللي كان وعدني كده بكتب ومصحف قديم، ما تيجي تشرفنا وتنورنا. هم دول اظن انا هجيبهم لك. ادي الكتب الحلوه. ازيك الاول؟ ازيك؟ ايه المكان الجميل اللي احنا فيه ده؟ ربنا يخليك. تعال بقى جنبي هنا، تعال جنبي. اهو نشوف الحاجات دي، حاجات ايه دي؟ ده حاجه ده في هنا مصحف؟ ده مصحف. ده حد جايبه لك؟ ده مصحف. ده مصحف. نشوف كده عمره ايه. ده يعني مش قديم قوي، لكن هو كان حريص ان هو يجلده التجليد. وفي تفسير ده تقريبا عشان كده كبير. وهنا ده كتاب. ده صاحبه ايه، فرنساوي برضو؟ فرنساوي. ايه حكايه الفرنساويين معاكم؟ هم بيهتموا بالتجليد قوي، مهتمين بالثقافه. لا، ومهتمين بتجليدهم. ما انت بتقول لي ده التجليد، التجليد بتاعهم يعني. شوف بقى، تعالى هنا ورانا ثروه كبيره اهي من الحروف. دي العربي حروف. دي العربي. دي عربي. ودي عربي. وده انجليزي. حبيتها انت الشغلانه؟ ايوه شغلانه تقريبا من 30 سنه عمري فيها. بقالك وانت صبي صغير؟ اتعلمت يعني من والدي ومن عمي. فاكر وانت صبي كنت بتيجي تعمل ايه؟ يعني كان يقول لك بدايه انك انت تعرف الصنعه، اتعلمتها منين وبدات منين؟ بدات من البدايه خالص، من ان انا ادق الكتاب وبعد كده نلزق بطونه، وكنت بقى بتعلم يعني من والدي، كنت بقف شغال تحت ايده. كان بيقول لي اعمل ديه، بعملها، ركب جلد، ابشر الجلد كده. انت طبعا انا عارف ان انت بيجي لك زبون يجيب لك حاجات نادره جدا، زي وصف مصر. وصف مصر الاصلي، الاصلي لما جابه لك كده كان عنده يعني، ما كانش خايف عليه. ده عمره اكيد كان خايف عليه. بس المكان ليه سمعته الحمد لله في الجاليات كلها بتاعت الاتحاد الاوروبي وكل الاجانب عارفين المكان وواثقين في المكان، يسيبوا لك المخطوطات، يسيبوا الحاجه ما فيش مشكله. بقلب راضي. ايوه حلو، جميل جدا. افهم ان الورق في مثلا سوس. الورق متاكل، بتعمل ايه عشان ترجعه؟ السوس دوت في ماده بنحطها في الكتاب ذات نفسه، بتموت السوس دوت، بتمنع اللي هو يخش الكتاب تاني كده، تمحي السوس منه. بعد كده بيتعب بقى ترميمه، لو في حاجه مقطعه في ورق ياباني بتحطوه دوت للترميم. هياخد وقت قد ايه عشان ارمم الكتاب؟ يعني ممكن مثلا شهر. شهر؟ ده شهر، ده قليل. وعندك يعني انت بتعمل ده بايدك ولا عندك صنايعيه متخصصين في فكرة؟ انا بعمله بايدي، وفي حد تاني برضه متخصص شغال في الترميم ذات نفسه. وهنا المكان اللي احنا فيه ده كانت الورشه، كانت سنه ورشة 1936، وجنب الازهر مباشره. بالظبط. اختيار الازهر طبعا هنا له معنى. اكيد. ده لسه بقول لياسر اختيار تاجر شاطر. ايوه صح. ليه؟ جنب الجامعه. جنب جامعه الازهر وجنب جامع الازهر. شفت ياسر عمل ايه؟ ياسر عمل حاجة حلوة. ما فيش حد دلوقتي بيعمل الكلام دوت مثلا. ده بتسميه هم اتنين بس. بتسميه يعني ده له اسم؟ ده تذهيب. لا، غير التذهيب بيبقى له اسم تاني، تذهيب حاجة. تذهيب الكتب دوت مثلا برواز. بيعمل هنا برواز. حلو قوي. المفروض ده دلوقتي بيتعمل اسطمبة. ما فيش حد يعرف يشتغل الشغل اليدوي ده. بيتعمل يعني يتحط في اسطمبه كده ويدخل. بيتعمل اسطمبه على مكنه. الحاجات اللي ورا دي يا ياسر اللي انت بتستخدمها، بتاخد بقى الحرف حرف عشان تعمل بيه؟ هم دول ليهم جدول يعني، كل خانه فيها مثلا عدد قطع لحرف واحد. وكل ده ليه جدول اهو. له جدول يعني. هنا ده العربي. ده العربي ده انتوا معانا يا جماعه. ده له جدول. الجدول ده اللي هو مسبك حروف نشان
نيشان يعني ايه نيشان؟ ده اسم المكان اللي كان عامل المسبك. واخدين ده من اللي كان بيصنع الحروف ديت. اسمه نيشان، اسم المسبك. مسبك حروف نيشان الحديث 18 شارع قصر اللؤلؤه بالفجاله. ده ما عادش موجود. لا ده مش ده، بص رقم التليفون هتلاقيه من ايام لما كان مش شغال خلاص. ما عادش. فده اللي عندك الحروف دي ثروه. صح بالظبط كده، ثروه ما عادتش بقى موجوده. ما عادتش موجوده. فانت بتاخد حرف حرف زي ما كنا بنعمل الكتب زمان، كانت بتطبع كده. كانت بتطبع كده حرف حرف، بتاخد وقت رهيب. لما دلوقتي بقى دخلوا الاوفسيت والحاجات دي. خلاص الطباعه. والجرايد كانت بتطبع. والجرايد دلوقتي بقت بتطبع كده. زمان كانت بتطبع برضه حرف حرف. كانوا بيطبعوها حرف حرف. وقول لي يعني انت اولادك علمتهم الشغلانه ولا حبوها؟ هم حابين الشغلانه بس ما اشتغلوش فيها لان هم بنات. بس حابين الشغلانه. بنات يعني بالعكس دول يعملوا شغل احلى. ايوه بيدونا راي برضه. بيدونا ليهم ذوق برضه في الموديلات والحاجات دي. لكن بييجوا ويبصوا ويتفرجوا ويتعلموا ويتعاملوا مع الزباين بتوعك. ايوه يعني ليهم رايهم المهم. ليهم راي. ايوه جميل. حلو قوي قوي. بس فاضل اتنين. فاضل اتنين كمان. استنى بس نشوف كده الدنيا. بصوا ده حاجه يدوي عظمه والله، حاجه جميله جدا. تسلم ايدك يا ياسر. كمل بقى، كمل على السبرتايه الحلوه دي. ربنا يفتح عليك. الله ربنا يرزقكم، يجعل عتبه خير. انت عامل مكان جميل، والاجمل انك محافظ على شغلانه مصريه 100%. اتمنى دايما لما اعدي عليك كده الاقيها مستمره وبتطوروا فيها. وبعدين عايز افرجكم حاجه جميله وانا جاي. بمناسبه برزق، يعني مش كل الرزق فلوس. حلوه قوي. مين اللي كاتبها؟ ده خطاط. كل الرزق ايه؟ فلوس. خطاط. شغال معاك. جميله جدا. والمذهب ده انت اللي عامله. المذهب هو اللي عامله. هو اللي عامل كل ده. طب انا عايز اقول لكم بقى، مش كل الرزق فلوس. وعندك كمان مش دي برضو مش كل الرزق فلوس. وهنا الفرح لحظه. وهنا كمان في لعله خير. مش كده؟ لعله. لا انا مش عايز احط هنا على المصحف. لعله خير. خطينا العربي الحلو الجميل. انت ممكن هو ايه؟ خلصت ياسر؟ خلصت دي؟ خلصت خلاص دي؟ خلصت ياسر؟ خلصت. بس انا هجمع لك بقى الكتابة عليها الحروف. هجمع الحروف بقى اللي هيتحط عليها الاسم. اللي هيتحط عليه. جميله جميله. ادي نهايه الايه؟ ادي التجليد. احنا من اول التجليد. وده اخر مرحله اللي هي المرحله. كمان هحط الاسم عليه. شكرا جزيلا على الاستضافه الجميله، وان شاء الله يجعلها عتبة خير. نورت. وصوت تشجيع. مع السلامه. وشغل الايد بياخد وقته وياخد نفسه وياخد فنه، واللي انكتب في الكتب بيحلى ويعيش لما يتشد عليه جلده من ايد الصنايعي الفاهم. هنا الخواجة زبون دايم، عارف قيمة انه يجلد كتبه القديمة ويرم ورقها ويدهبها. كتب عمرها كام 100 سنة، امانة في ايد ولاد وصنايعية الحج والقسط عبد الظاهر. زمان كان طلبة الازهر عارفين عتبة ورشته، يشدوا الجلد على اصول الفقه والاحاديث. وزمن راح وزمن جه وتغير زبون المجلد، وفضل الفن نفسه بيقاوم. لكن لغايه امتى؟ اولاد عبد الظاهر اخر حراس التجليد والتدهيب، لساهم بيعفروا. صحة مش في الماء، في حرفة في كلمة أو الصنع بتعملها بطول.
اللي في